ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حم. نبدأ مع الحامل. قل لي شنو الحاجة اللي تزبر في تزرب فيك؟ أصبر يا معلم. الصوف يتبيع بالزرانة. برزانة. عاود ابعد على الخلافات وحاول خمم في مستقبلك. سيبا العلاقة وفي مش أي حاجة تسمحها تصدقها. فكر بعقلانية. أي سرطان خذيت قرارة وتأكدت اللي أنت تستحق الخيرة. أي يلقى الخير. غيمة وتعدي يا أسد. راك الوهرة والفينة وخطط في مشاريعك جديدة. الفلوس كينة. إيه العذراء ابعد عن الروتين وحاول إنك تلوج على جديد في علاقتك بالحبيب باش ما تقلقوش من بعضكم الزوز. نورات هكا كيفكم انتوما الزوز ما تستحقوش الغش. إيه الميزان الظروف ومواتيتك باش تنجز أي مهمة صعيبة. إيه العقرب واو ما لا علاقة بينك وبين الحبيب. ما لا رومانسية وما لا هي. ما لا مستوية ملاحظة. القوس جديد سنة فيك فما تغييرات مهنية مهمة. اي جدي حاول تغير من اسلوبك وانت تتعامل مع الحبيب ياسر هكا عاد. الدليل هو الحل. ادلو الدخل موجود وين الفرحة تدق بيبك. ونختموا مع الحوت. انت اليوم في افضل حالاتك العاطفية والمهنية.